حزب الله للمرة الأولى مساء أمس رشقة من صواريخ فلق إثنان على مقر قيادة كتيبة السهم في ثكنة بيت هيلل في إصبع الجليل. ويقع أو يعد فلق إثنان أو فلق إثنين يعد نظاما صاروخيا موجها برأس متفجر بوزن 120 كيلوغراما ويصل مداه إلى 11 كيلومترا، وتفوق سرعته سرعة الصوت، وتبلغ قدرته التدميرية قدرة 6 صواريخ جراد، بينما يبلغ قطر دائرة التدمير نحو 300 متر.